يوسف خليل وينه؟ لسه ما خلص واقفة على المراية. قلت له ياخذ ميرنا مشوار اليوم، بتغيروا جو، بس انتبهوا. طيب. يلا تأخرنا، خليهم يفطروا قبل. بنفطر بكافتيريا المشفى. يلا حبيبتي البسي الجاكيت اللي جبت لك اياه. اصحك تمرضي. انتبهوا، الله معكم. خليكي عم تدعي لنا تيتا. عم بدعي لكم دائما. منشوفكم المساء، خاطركم. الله معكم. صباح الخير. بشوفكن بخير. الله معك. راحوا على المشفى. ايه ونحن عن جد اخي قال لك نروح مشوار؟ ايه مجبور تضلي معي. اليوم كله لقلنا. وأنا هيك بدي كمان، اليوم كله لقلنا. برافو عليك يوسف، داير بالك على أختك، كتير فرحتني. خليلي بنوثق فيه. خير إن شاء الله. أهلين بابا. ألو، وينكن؟ نحن على الطريق وراح نوصل على المشفى. جيبوا بطريقكن غيارات لزاهر وبيجامة. معك مصاري؟ معي بابا، معي. شلون؟ ليش معقول يلبسوا بيجامة وهو بالعناية؟ زاهر طلع من العناية. كيف؟ طلعوا لزاهر من العناية. الحمد لله يا ربي، هالفرحة للكل. طيب بابا ماشي، بدنا نمر على السوق شوي لناخد شوية غراض. الحمد لله يا ربي، ألف الحمد لله، بيكون تحسن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. قليلي لوين حابة تروحي؟ أنا بدي بس كون معك. ميرنا كتير شغلات ما عملناها مع بعض، يعني الشغلات المسموح فيها. مثلا ما رحنا على السينما. صحيح. وغيرها؟ بدي فيلم رومانسي. طيب وكمان حلمنا انه نفطر على البوسفور، هاي تحقق. رح اخدك على اماكن حلوة كتير، طول عمري كانت امي تاخدني عليها. حلوة هالفكرة. في غير اماكن؟ خدني لوين ما بدك. أكيد.
زاهر حبيبي لا تزعلني، لازم تتحسن وتطيب. أنا منيح. بدك شي من ستك؟ قول شو بدك لأعمل لك؟ أعمل لك الشوربة اللي بتحبها؟ أوعك ها؟ بتذكري بعدين بعيلة بدر؟ بيسوا رقبتك عيلة بدر. ها؟ ما هني أصل البلا. حاسس بوجع؟ نادي لك الممرضة؟ وقف، أنا بنادي لها. رح تطيب، بكرة بتقوم ومنزرع لك كلية وما بقى بيوجعك شي إن شاء الله. إيه، الله يجازي اللي كان السبب.